الشيخ محمد جوهر من كبير أئمة الأوقاف ورجل من العلماء القلائل، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر فضيلة الشيخ عبد الغني الذي أتاح لي هذه الفرصة لأن أكون في بلد العلماء وليس بقاف، فمنها الشيخ محمد صديق الخولي رحمة الله عليه وبركاته، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ عبد الرشيد صديق والشيخ شعبان الغرباوي رحمة الله تعالى عليهم. وبرحب بحضرة العمدة وبالشيخ شعبان اللي حضر لي في مسجد حافظ قبل كده وأذن لي صاحب الصوت الجميل. أذكركم وأذكر نفسي بهذا الدعاء الذي ورد على لسان أعرابي لا يفك الخط إن صح التعبير: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، ونحن يا رب نؤمن بك صدقا عسى أن تجيرنا من النار فأجرنا من النار. أما بعد، إذا رجعنا إلى المرآة، مرآة البيت أحيانا كل يوم نسكن الشعر المبعثر ونتحسس النضارة الذاهبة مع أي من الذاهبة، فما أحرانا أي الأحرى بنا والأجدر بنا أن ننظر في مرآة أصفى تكشف عن المخبوء في أعماقنا تصحيحا لمسار حياتنا. تلك هي مرآة القرآن. وإذا عكست مرآة البيت القشرة البادية فإن مرآة القرآن تنفذ إلى الجوهر الدفين. إن المسلم ليس بحيرة جمالها في رقة هوائها واستواء مائها، ولكن المسلم بحر زاخر بما يشبه اللؤلؤ والمرجان، ولا يعكس ذلك إلا مرآة القرآن. عن زياد بن عبيد قال، معلش يا دكتور بقى هنتعدى عليك الليلة دي، يعني معلش يعني بقى انت قال العلم يعني. عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ إن صلتنا بالقرآن لا تنتهي عند مجرد الحفظ أو الفهم، بل لا بد من الوعي بحقائقه ومعايشته، فلا نسير إلا في ضوئه ولا نحكم إلا على هداه. وعندما استأذن شاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في القيام بواجب الدعوة، قال له: أنا عايز أبقى داعي. عرض عليه آيات من القرآن الكريم لينظر فيها وليراجع مواهبه في ضوئها، ليقرر ما إذا كان صالحا لخوض المعركة. ولما كان يعرض عليه الآيات
كان يسأله عند كل آية: أحكمت هذه؟ فيقول الفتى: لا. وعلى ضرب عبد الله بن عباس ترجمان القرآن صار المصلحون الذين كانوا يضبطون خطى المجتمع على ضوء تعاليم القرآن التي تكشف الأصيل والدخيل. قال الحسن البصري رحمه الله: لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله، فإذا وافقوه حمدوا الله، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهداية من اهتدى، فأولئك خلفاء الله. وأختم بمتعة النظر في القرآن. يقول أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم وينسيهم وينسيهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن، أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا وما وفقوا. أشكركم على حسن استماعكم، وأشكر فضيلة الشيخ عبد الغني الذي أتاح لي هذه الفرصة لأن أكون في هذا النور. والله هذا النور الذي يزينه دكتور أحمد وحضرة العمدة والشيخ شعبان وانتو جميعا، نور القرآن الكريم ونور من نزل عليه القرآن الكريم. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ محمد جوهر على هذه الكلمة الموجزة الطيبة.